يا إلهي، إنه بوتين المجنون، لقد أسقط علينا صاروخا بحمولة طن. هكذا صرخت أوكرانيا لتعلن حالة التأهب، وزيلينسكي يستنجد: نحن نحتاج إليكم فلا تتركونا. سوناك يفي بوعده للأوكرانيين لأول مرة، وبوتين يرد: لا شيء مما تتخيلون، والوضع أفضل بكثير مما تتوقعون، وأزمة الحبوب تعود إلى الواجهة. الصين تفصح عن العدد الحقيقي لضحايا كوفيد، والصحة العالمية الوضع خطير. وطريقة شيطانية يستخدمها الصينيون للتجسس على أمريكا، وواشنطن تتدخل. التحقيقات تشتعل في الولايات المتحدة، وبايدن في فوهة المدفع: كوريا الشمالية للأمم المتحدة. عليكم أن تتقبلوا الواقع، فليس أمامكم غيره، والعراق يبحث عن المحتل الأمريكي مجددا. روسيا تضرب بقوة، المعارك تحتدم، والقصف يهطل من كل مكان، وأوكرانيا وحدها هي من تتلقى كل تلك الضربات. وهربا من الموت المحقق في أوكرانيا، سكان كييف يحتمون داخل أنفاق المترو وسط هجوم صاروخي روسي مكثف. وهي هيئة الأركان الأوكرانية تشير إلى أنها رصدت نحو 60 غارة جوية و69 هجوما صاروخيا شنتها روسيا على عدة مواقع أوكرانية بما فيها البنية التحتية. يعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مواقع تواجد القوات الروسية في منطقة سوليدار، وأن قواته استهدفت مقاتلين من قوات فاغنر أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع أوكرانية. لتؤكد نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن معارك شرسة لا زالت تدور في سوليدار. خلال ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مقاطعات دونيتسك ودنيبرو وبولفا، وأفادت السلطات أن القصف الروسي على مبنى سكني خلف 23 قتيلا و73 جريحا. لتكشف أوكرانيا عن القدرات التدميرية للصاروخ الذي دمر المبنى السكني من طراز كروز KH-22، قائلة إن وزنه طن ولا يمكن إسقاطه. هناك خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما هو مخطط لها، موضحا أن الاقتصاد الروسي مستقر بل أفضل مما توقعته روسيا أو ما توقعه خصومها. ليأتي الرد من النظير الأوكراني زيلينسكي، الذي قال مستغيثا إنه لا يمكن وقف الإرهابيين الذين يقاتلون شعبه بالصواريخ والطائرات، مضيفا أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 صاروخا، ومؤكدا احتياج كييف للأسلحة الموجودة في مخازن شركائه لوقف العدوان الروسي حد تعبيره. فهل سيرسل الشركاء لكييف أسلحتهم ويبقون بلا أسلحة؟ هنا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لبى نداء زيلينسكي، وأعلن عن اعتزام حكومته تسليم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 ولأول مرة، وأسلحة ثقيلة أخرى لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. يا لبخلك يا حفيد غاندي، 14 دبابة فقط لترد السفارة الروسية في بريطانيا أن هذه الدبابات لن تساعد الأوكرانيين في تغيير الوضع على الأرض، بل ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. وفي ظل الخطوات المتسارعة التي باتت تتخذها موسكو مؤخرا عبر الدفع بالأسلحة الذكية، روسيا تزج بالمقاتل الواعد أو الروبوت ماركر إلى الحرب في أوكرانيا. ومن الرجل الآلي إلى الغذاء البشري، حيث عادت أزمة الحبوب إلى الواجهة. وزارة الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا بالتخطيط لتفجير صوامع الحبوب وافتعال أزمة عالمية، لترمي بسهام الاتهام نحو موسكو بارتكاب مجاعة في البلاد. الصين تعترف. بكين تصدر القلق للعالم وللغرب خصوصا، ولكن وعلى غير العادة كشفت لجنة الصحة الصينية أن قرابة 60,000 حالة وفاة بفيروس كورونا سجلت خلال آخر 5 أسابيع، مضيفة أن البلاد تخطت ذروة الموجة الحالية أواخر الشهر الماضي. لترحب الصحة العالمية بهذه الخطوة، وتدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا، وصفة الوضع بالخطير.
هنا قلق آخر ولكنه أمريكي هذه المرة، وذلك بسبب السيارة الصينية أوتو إكس التي تستطيع التعرف على البصمات وخط السير وتتصفح الإنترنت وبها 8 كاميرات، وهو تجسس من نوع جديد في سابقة خطيرة وغير مسبوقة استدعت إعلان حالة الطوارئ من قبل بعض المشرعين الأمريكيين من إمكانية تهديد الأمن القومي الأمريكي، واعتبار هذه التقنيات الصينية بمثابة حصان طروادة. أمريكا تقع في ورطة. الضربات تتوالى على الأمريكان وتتكاثر بشكل غير مسبوق، لكن اليوم تعاني الولايات المتحدة من الداخل، حيث بدأ المعسكر الجمهوري صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا برلمانيا في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، الذي قتل خلاله 13 جنديا أمريكيا جراء هجوم، لتتجه واشنطن نحو تحقيق آخر. وتظهر 5 وثائق سرية جديدة ستتسبب في إحراج البيت الأبيض، عثر عليها بمرآة منزل عائلة الرئيس الأمريكي بولاية ديلاوير الأمريكية، لتضاف لوثائق أخرى كشف عنها في وقت سابق تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأفادت قناة CNN بأن الوثائق ضمت مذكرات استخباراتية ومواد عن أوكرانيا وإيران. إلى ذلك غرمت محكمة أمريكية مجموعة ترامب 1,600,000 دولار بتهمة التهرب الضريبي. الأحداث والتطورات. بعد أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات أطلقها مؤخرا برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية بأنه خطر واضح وقائم على العالم، ترد كوريا الشمالية أن امتلاكها أسلحة نووية سيظل واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد، وذلك بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية. رئيس الوزراء العراقي يعلن تأييده بقاء القوات الأمريكية في العراق إلى أجل غير مسمى، مبررا ذلك بمكافحة الإرهاب بحسب وول ستريت جورنال. ألا تستحي هذا؟ ألا تعلم أن الكرامة لا يوجد لها قطع غيار؟ أردوغان يحول ثكنة عسكرية عثمانية إلى أكبر مكتبة في تركيا تتضمن أكثر من 2,000,000 كتاب وتتسع 4,200 شخص. بعد أن تراجع الروس قليلا نهاية العام الماضي، عاد بوتين لتبدأ عودته من سوليدار. فما هو التالي يا فلاديمير؟